صباح الخير مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، نقدم لكم حالة الطقس الجوي من محافظة الدقهلية، حيث تشهد مدن وقرى المحافظة منذ ساعات الصباح الباكر برودة شديدة ويعني بتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير جدا، وبتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد أتربة عالقة في الجو على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. فبشكل عام تستقر الأجواء المناخية في مدن وقرى محافظة الدقهلية مقارنة بالأيام الماضية واللي شهدت فيها المحافظات يعني موجة من الطقس السيء وتقلبات مناخية شديدة، فخلال الساعات القادمة ستشهد المحافظات ارتفاعا في درجات الحرارة وأجواء مشمسة وطقس دافئ. فبالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى 22 والصغرى 12، الأسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، مطروح العظمى 22 والصغرى 11، سوهاج العظمى 25 والصغرى 8، أسوان العظمى 28 والصغرى 10، سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 4. تشهد الأجواء المناخية اعتبارا من الأربعاء غدا موجة غير مستقرة في حالة الطقس نتيجة التعرض لمنخفض جوي جديد يصاحبه موجة من الأمطار المتفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة. فبالنسبة لحالة الطقس الجوي غدا الأربعاء، سيشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط لرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة. أما بالنسبة لطقس الخميس فسيشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وأيضا ستشهد المحافظات نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وفي ظل موجة الطقس السيء والتقلبات المناخية الشديدة اللي بتشهدها محافظة الدقهلية من حين لآخر، أعلنت المحافظة حالة الطوارئ، ويعني وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس مع موسم السيول وهطول الأمطار، وشدد أيضا على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، ورفع درجة استعداد وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التي من الممكن أن تشهد تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء.
متواجد مع حضراتكم الآن في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، نرصد لكم حالة الطقس الجوي منذ ساعات الصباح الباكر، فتشهد قرى ومدن المحافظة يعني برودة شديدة، وشهدت أيضا يعني انخفاض في درجات الحرارة، وخاصة يعني خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى منذ الصباح الباكر، وأيضا شهدت بعض المناطق القريبة من الأراضي الزراعية شبورة مائية خفيفة. وخلال الساعات القادمة سترتفع درجات الحرارة قليلا، وستشهد مدن وقرى المحافظة طقس دافئ وأجواء مشمسة. نذكر حضراتكم مرة أخرى بحالة الطقس الجوي المتوقعة اليوم، فستشهد المحافظات اليوم ارتفاع في درجات الحرارة، سيسود طقس مائل الدفء نهارا على القاهرة وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وطقس دافئ على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وأيضا ستشهد بعض المناطق في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد رياح خفيفة محملة بالأتربة، يعني ستشهد أيضا يعني أتربة عالقة في الجو. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 22 والصغرى 12، الأسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، مطروح العظمى 22 والصغرى 11، سوهاج العظمى 25 والصغرى 8، أسوان العظمى 28 والصغرى 10، سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 4. فبعد حالة الاستقرار المناخية اللي شهدتها المحافظات خلال الأيام الماضية، ستشهد المحافظات اعتبارا من الغد موجة غير مستقرة في حالة الطقس، سيصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض كبير في درجات الحرارة. فبالنسبة لحالة الطقس غدا، سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط لرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة. أما الخميس فسيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط لرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة ليوم الجمعة فسيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط لرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. أما السبت فسيشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
كنا معكم مشاهدينا من مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، رصدنا لكم حالة الطقس الجوي منذ ساعات الصباح الباكر، فستشهد القرى ومدن المحافظة خلال الساعات القادمة طقس دافئ ومشمس بعد برودة شديدة وشبورة مائية خفيفة شهدتها القرى في المناطق الزراعية منذ ساعات الصباح الباكر. شكرا لكم على حسن المتابعة.